لا تزال الجهود المصرية متواصلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم كافة أشكال الرعاية الطبية لهم في مستشفيات العريش، ذلك بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول سياسية لتهدئة الأوضاع. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. محمد، تفضل. نعم، أرحب بكم. نعم، أرحب بكم في البداية. بالفعل يعني كما ذكرتم أن الجهود المصرية ما زالت متواصلة، وأن الدور المصري يلعب حائط الصد ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية. يمكن منذ بداية الأزمة والدور المصري يعني يقف صامدا أمام هذه المحاولات، وتمثلت هذه المحاولات أو هذه الدور الكبير على الواقع في الأرض، ونتحدث هنا في مدينة العريش. يمكن هذه التحركات يعني قسمت إلى العديد من التحركات على الأرض. نتحدث عن احتواء الأزمة، وأن بداية الأزمة قامت مصر بالاتصال بجميع أطراف هذه الأزمة لمحاولة للتهدئة، ثم أكدت بعد ذلك على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك كانت هناك رؤية لطرح هدنة إنسانية، بموجبها يعني كان من المفترض أن يتم وقف إطلاق النار. هذا فيما يخص الجانب السياسي والذي نراه دائما، وهو موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. أما فيما يخص أيضا الجانب المساعدات والتي ذكرتموه، بالفعل هناك مساعدات كبيرة، أكثر من 80 أو 85% من المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية هي مساعدات مصرية. أقف الآن على بعد يعني حوالي يعني كيلو واحد من هذا المكان الذي أقف فيه إلى مدينة العريش، حيث تقف أكثر من المئات والألاف من الشاحنات. هذه الشاحنات مترصة على بعد 50 كيلو من مدينة العريش إلى معبر رفح. من يعني من يتخيل أن هذه المساعدات التي تقف على بعد 50 كيلو من مدينة العريش إلى معبر رفح، كل هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية والخيام وغيرها من المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة، هذه الشاحنات بالفعل أتمت كل إجراءات التفتيش والإجراءات الأمنية تمهيدا لدخولها. هذا فيما يخص أيضا حجم المساعدات التي تقف في مدينة العريش وتستعد للدخول إلى قطاع غزة. أيضا فيما يخص الرعاية الطبية، بالفعل يعني كما ذكرتم أن مصر ومنذ اللحظات الأولى منذ الأزمة وهي يعني تقوم برعاية طبية متكاملة للجرحى والمرضى الفلسطينيين لجميع داخل جميع المستشفيات في مدينة العريش، سواء كانت في مستشفيات غزة، في مستشفيات العريش ورفح والشيخ زويد، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية لجميع الفلسطينيين. هذا بالإضافة إلى مطار العريش الذي يعني يستقبل يوميا يعني أكثر من 3 و4 طائرات، طائرات خاصة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية، وطائرات خاصة لعمليات الإجلاء التي تتم من خلالها إلى دول مختلفة. نعم. إذن هناك جهود كبيرة تقوم بها مصر منذ الأزمة لاحتواء هذه الأزمة ورعاية الأسر الفلسطينية. نعم، بالتأكيد. محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.